مسي عليكم بالخير اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت. البرنامج فتنس، البرنامج اللي يختص بلعبه كمال اجسام والتغذيه. نكمل مشوار حلقاتنا مع الكابتن سليمان العتيبي وتمارين لعضله البيطان. مساك الله بالخير محمود. النور حياكم الله. يعطيك العافيه. مشكور على المعلومات الحلوه بالحلقه الاولى عن تمرين جهاز البيطان، وهذا التمرين الثاني. نعم. راح يستهدف اي زاويه من عضله البيطان؟ راح يستهدف تقريبا نفس طريقه الجهاز اللي قبله، طريقه السحب، بس راح تختلف شويه الكيربات في البيطان. حلو. العضلات الداخليه جدا اللي هي الكيرب. قبل لا ندش التمرين، هل نعم. الجهاز هذا مناسب للمبتدئين او لازم يكون اللاعب بليفل اعلى من انه تو داش النادي او تو مبلش؟ تقريبا مناسب للمبتدئين. مناسب. اي بس انه لازم يعرف يشتغل عليه، لان زوايا هو ثلاث زوايا في الجهاز هذا، فلازم تقدر تشغلهم عدل. المبتدئ جدا ما راح يقدر يشغلهم الا بمساعده مدرب. حلو. انت اي زاويه راح تشغل اليوم؟ راح نشغل الكيربات اللي داخل اللي هي العضلات الوسطى. حلو. على اي قبضه راح تصير من القبضات هذه؟ راح تصير العضله هذه، القبضه هذه والقبضه هذه. ممتاز. باذن الله. نشوف طريقه التمرين ان شاء الله. راح نبتدي من هذه. حلو. تكون داخليه. ممتاز. مع الضغط. ما راح تكون سريعه. تكون في مقاومه للعضله. حلو. بحيث يثير ضخ الدم اكثر والعضلات تستفيد. هذا شغلنا العضلات الداخليه. كم عده كابتن تاخذ الجوله؟ ناخذ من 12 الى 15 عده. اي هذا القبضه الاولى التمرين. حلو. فيه. طبعا انت تاخذ التمرين الحين القبضه هذه. نعم. اربع جولات ولا خمس جولات؟ ناخذ عليها خمس جولات. خمس جولات. نعم. كل تمارينك خمس جولات كابتن؟ كل التمارين خمس جولات. حلو. لان لاحظت انا بالتمرين الاول الحلقه السابقه. نعم. كان خمس جولات. كلها خمس جولات. هذا التمرين الثاني خمس جولات. نعم كلها خمس جولات. زاويه واحده ولا بتلعب زاويتين بالخمس جولات؟ زاويه واحده خمس جولات. حلو. اذا راح نلعب زاويه ثانيه مثلا تمرين يقال انه سوبر، ولكن هو مش سوبر، هو تحريك عضلتين بنفس الوقت. حلو. اخذ خمسه بخمسه. خمسه مثلا القبضه هذه وخمسه القبضه الثانيه. بس نقلل العد، يصير مثلا من 12 الى 15 نكنسل، نخليه من 10 الى 12. حلو. عشان العضله ما تتعب. زين كابتن، يعني اكيد انت سامع المعلومه هذه او المعلومات اللي. نعم. قبل احنا كنا نسمعها ان 12 عده تنشيف او 15 عده تنشيف، 8 ضخامه. شنو رايك بالكلام هذا؟ معلومه خاطئه جدا. حلو. الحين الثقافه ما شاء الله صارت احسن من الاول. ما في شيء اسمه 8 عدات 6 عدات. العضله لما العب 6 8 عدات، اذا العضله واصله حدها، حد اقصى لها، مو قادره تطلع فوق الثمان عدات او فوق التسع عدات، معناته انها وصلت الليفل اللي انت تبيه. حلو. بس اجماليا العضله تبي ضخ الدم، يعني زيد التكرار عليها بحيث انك ما تجهدها بحيث انك ما تريحها. اي بس من 12 ل 15. يعني مساله ان انا العب 6 عدات او 8 عدات عشان انا اضخم، لا كلام، لا كلام لا غير سليم. لا لا غير سليم، غير سليم وغير رياضي اصلا. ممتاز. نعم. دش جولتك الثانيه ونشوف. ناخذ الزاويه الثانيه. أي. ولا الجوله الثانيه ناخذ الزاويه. الزاويه الثانيه. الزاويه الثانيه فيها اهم شرح مختلف. نعم نعم. حلو. القبضه راح تمسك بالطريقه. حلو. المعكوسه. ممتاز. اضغط. طريقه السحب والضغط لورا مع خروج الهواء عشان لا يصير ضغط عليك. اي لاحظ عالية النفس عندك لازم منظمة. نعم لازم تكون بتنظيم. نعم. شهيق وزفير. نعم عشان الاكسجين يدش جسمك وضخ الدم يصير عالي. بالطريقة هذه راح يستفيد منها الجسم بشكل كامل. حلو. زي كابتن بين جولة وجولة تزيد الأوزان ولا نفس الوزن نعم. تلعب؟ أزيد أوزان. حلو. على حسب تمرين اليوم عندي زوايا كثيرة أو عندي مثلا العضلات الأساسية. العضلات الأساسية دائما أزيد فيها أوزان بحيث إني أضخمها بالحجم اللي أنا أبي أوصل له. أما إذا شنو العضلات الأساسية؟ هو العضلات الأساسية هي البيطان الخارجية. حلو. والبيطان التكتل الخارجي، لما أطلع عضلة البيطان لبرا اللي هو طريقة الضغط. أي يكون وزن ثقيل وتضغط عليه ضغط ورا وبعدين ترد فيه شوي شوي. حلو. ما تكون الحركه سلو، ما تكون سريعه. العضله ما تستوعب سريعه ما تعرف. حلو.
اي فهذا شيء وهذا شيء. ممتاز. فهذا هذه الزاويه الثانيه احنا خذيناها الحين، وكل زاويه وزاويه كل جوله وجوله تزيد لو زاويه ازيد لو زاويه. نعم. ممتاز. خذينا الزاويه هذه. نعم. الزاويه الخارجيه هذه هذه والزاويه هذه كابتن. اي احنا قبل أن نطلع على الزاويه هذه، هذه الزاويه نقدر نلعب فيها طريقتين، بالطريقه المعكوسه اللي لعبناها والسيده. والسيده اثنينهم تشغل نفس المنطقه المطلوبه من الظهر ولا اي يعني جزء بسيط من السفلي شوي. حلو. والمنطقه هذه كيف؟ هذه المنطقه هم تشغلك شوي الاطراف مع البيطان اللي تحت الشتف. حلو. نشوف طريقه الزاويه هذه كيف؟ نعم عشان المشاهد. نعم. توصل له نشوفها الزاويه بالطريقه ايد معكوسه. حلو. واقعد اسحب اخذ وضعيتي اريح ظهري، انتهى دور ظهري وانتهى دور جسمي السفلي، جسمي الاعلى هو اللي يشتغل كذي، يشتغل العضله اللي تحت الاكتاف على طول، اضخ دم واخذ هواي اضغط ورا، بس بالنهايه شوف الاسترتشنج لازم يكون لاخر التمدد. نعم لازم التمدد. لاحظ بكل الزوايا. نعم. كابتن محمود مدد العضله الى اخر شيء. نعم. هذه الزاويه ان شاء الله الكل منتبه على الزاويه بالضبط ويستفيد ان شاء الله. كذي اتوقع ما في زاويه بعد بالجهاز هذا نكون لا كذي خلصنا ثلاث زوايا. نعم. ممتاز. يعطيك العافيه كابتن محمود. الله يعافيك. شكور ما قصرت. الله يحفظك. اشتغل وياك ان شاء الله بحلقه جديده وتمرين. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يستفيدوا منها المشاهدين باذن الله. باذن الله. خليكم معنا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من قناه كويت سبورت وحلقه جديده من حلقات برنامج فتنس، واخوكم اخصائي تغذيه علاجيه ورياضيه علي عزيز. ثلاث نصائح او ثلاث خطوات ممكن تسويها عشان تقلل من مخاطر او من مساوئ تناول كميات اكل كبيره بوقت قصير، اللي هي نسميها احنا نسميها اوفر ايتينج. اول خطوه ممكن تسويها انك تشوف الاكل اللي قاعد تاكله، يعني تحط اكل يعني يحطون اكل قدامك وانت ما تدري شنو هذا الاكل، قاعد تسولف في التليفون ولا قاعد على التلفزيون ولا قاعد تسمع شيء وانت ما تعرف شنو الاكل الموجود بس قاعد تاكل. لا، عط حق نفسك وقت، طالع الاكل، شوف الاكل الموجود شنو، هل هو اكل صحي ولا مو صحي، الكميات معقوله ولا الكميات كبيره. فبهالطريقه اذا انت شفت اكلك وهديت كل شيء بس ركزت على اكلك لما يجي لك الاكل راح تتجنب مشكله الاوفر ايتنج او الاكل كميات اكثر من اللازم. الخطوة الثانية ممكن تسويها انك تشوف الاكل هذا هل هو يحتوي على سكر وايد ولا املاح وايد، لان هالاشياء هذه تخليك تاكل زيادة، طعمهم بالحج يخليك تاكل كميات كبيرة وانت ما تحس. الخطوة الثالثة اللي لازم تسويها اذا انت كنت بوضع مثلا ستريس، في قلق، في توتر، في انت بمشكلة زين ومخك شغال عليها، فانت هي ممكن تكون قابليه انك تاكل كميات عاليه وانت ما تحس. فافضل طريقه ممكن تسويها انك انت انك تغير المود مالك من مود الاسترس او القلق او الاضطراب النفسي الى مود الراحه، الكومفورت زون مثل ما نسميه احنا. هذا بالنسبه حق مشكله الاوفر ايتنج او تناول كميات اكثر من الطبيعي. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جديده مع برنامج فتنس، ومع السلامه.